لما اتسألت عن الفنانين اللي انت تحب تعمل معاهم دويتو، قلت الجميل الرائع امير الغناء العربي بحبك جدا هاني شاكر، وقلت بهاء سلطان الصوت الرائع. الاثنين مدرستين مختلفتين تماما، ليه هاني وليه بهاء مع حفظ الالقاب؟ ونسمع لده حاجه ولده حاجه بس بعد ما تمام. استاذ هاني طبعا من الفنانين اللي ربيت على صوتهم يعني، ويعد من الفنانين اللي جوي من بعد مرحله العمالقه، من بعد عبد الحليم، مؤسس تاسيس لفتره زمنيه طويله، فهو يعد صوت مصر في الوقت الحالي. طبعا ده حقيقي. هذا من جانب، وانا اعشق صوته واعشق التزامه. كل اغنيته من اول كده برضه التزامه، التزامه بالفن الملتزم. هذا الشيء كده برضه يا قمر لحد اخر يعني انسان زيه، حتى الاغاني ما عملش اغنيه وحشه. حتى الاغاني الشعبيه اللي قدمها بتمعن جدا، واختار كلامها بطريقه راقيه جدا.